السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. خاتم حبايب الكرام، بجد لقاءنا معكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نرمين. تنساش انزل بتاع تشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، أرنب البابيون البيور والأرنب اللب الفرنسي والأرنب الألماني العملاق مع اخويا مدحت في لبنان. بعتنا فيديو يا جماعه بانواع الارانب اللي هو اشتراه، والارنب يا جماعه الهل الاسد، تمام، حاجه ما شاء الله ممتازه جدا يا شباب. وهنعرفكم على انواع الارانب اللي موجوده في مصر ان شاء الله، هنوريكم في نفس الفيديو بتاع النهارده، بس كمل الفيديو معانا للاخر. هنشوف مجموعه كده من انواع الارانب في لبنان عند اخويا مدحت يا شباب باسامي الارانب، حاجة أرانب بيور، أرانب بيور. وكمل الفيديو الآخر بعد ما تشوفوا الفيديو بتاع مرحلة أخونا، تمام، هنقول لكم على أنواع الأرانب اللي موجودة في مصر كلها. يلا نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني يا شباب بعد ما شفنا الارانب بتاعت استاذ مدحت من لبنان، اخونا عزيز علينا يا شباب، راجل محترم جايب انواع محترمه جدا مربيها عنده في المكان، جايب الارنب الكاليفورنيا وجايب الارنب اللب، جايب الارنب البابيون، ماشي، جايب الارنب الالماني العملاق، حاجه ما شاء الله، جايب الارنب الهلي الاسد، جاب ما شاء الله انواع كويسه جدا، ارانب كلها بيور بفضل الله، حاجه محترمه جدا يا شباب. ده بالنسبه للارانب بتاعت اخونا مدحت اللي في لبنان، تمام. طب بقى نعرفكم على انواع الارانب اللي موجوده هنا في مصر. انواع الارانب في هنا في مصر، الارنب الركس الالماني اللي هو الارنب ده يا شباب، تعالى كده مدمنين، ارنب الاسود وتلاقيه واخد شعرايه بني زي ده كده، اسود واخد شعرايه بني، تمام، ده الريكس الالماني. الارنب الريكس الاسود خالص سواد واخد الشعر الناعم شكل القطيفه، ده بيتقال عليه ارنب ريكس، ارنب ريكس، وتلاقي ودانه صغيره، ودانه صغيره، ده بدل الارنب الريكس. اما الارنب اللي واخد اسمر في بني بيتقال علينا في مصر ريكس المان. هنا بقى يا جماعه في مصر هنا انواع البابيون كتير، في البابيون اللي هو الاصفر،
فابيض، والبابيون الرصاصي فابيض، والبابيون الاسود فابيض. تمام؟ يعني ده نوع من نوع البابيون. ماشي؟ ده واخد من البابيون البيور. يعني ده يا جماعه واخد منين؟ واخد من البابيون البيور. تلاقيه واخد الخدين، الفراشه الكامله، الودان، خط في النص، النقطتين على الجناب. ده واخد من البابيون البيور. ده يا جماعه الارنب الفلاين. الارنب الفلاين. تمام؟ ان شاء الله تلاقي الودان بتاعته حاجه ما شاء الله كويسه جدا. الوش، جسم الارنب، الشاسيه حاجه ما شاء الله، حاجه محترم. عندك بقى ده برضو نوع من انواع برضو البابيون. ده البابيون في منه الرصاصي، وفي منه الاحمر، وفي منه الاصفر، برضو من ناحيه ايه البابيون. تعالى بقى النيوزلندي، ارنب النيوزلندي. بتلاقي الودان القصيره، الودان يا جماعه بتلاقي ودان الارنب النيوزلندي ودانه قصيره، وش الارنب صغير بالنسبه للارنب النيوزلندي. ندخل بقى على الارنب البلس. ارنب يا جماعه واخد ايه؟ الودان اطراف الودان فيها سواد اهيت، واخد من الارنب البلس. ارنب الاي بلس بيكون الودان بتاعته عاطيه على لون رصاصي، فيها سمار خفيف رصاصي، واوقات تلطيش في الانف، واوقات تلطيش في الكفوف. ده الارنب الهاي بلس. تمام؟ ده بيكون تهجين من الارنب النيوزيلندي مع الارنب الكاليفورنيا، طلع لك ارنب هاي بلس. في عندك برضو هنا برضو في مصر الارنب الدوتش. الدوتش بيقولوا عليه دوتش هولندي، اللي هو تلاقي النص. يلا بينا نشوف مع بعض عمل. ماشي؟ هنا برضو هنا ارنب برضو بلس. ماشي؟ وادي والده خلفته ان شاء الله طلع زي ابو ديت بلس. ده برضو يا جماعه واخده برضو في بلس، طلطيش الودان، واخده على سمار. تمام؟ ده برضو واخده على ديف لاين. لا ده واخده على بلس، طلطيش الودان واخده بلس اهيت. ده بابيونات، بابيون. ماشي؟ ده الماني، ارنب الماني. شوف يا جماعه الشعر عامله ازاي، الشعر واخده على اللون البني. تمام؟ ده ارنب الماني ان شاء الله يا جماعه. وقت حاجه ما شاء الله جميله جدا. ماشي؟ يلا بينا نشوف الارنب ايه الدوتش مع بعض. هنا بقى برضه يا جماعه الارنب قد الكاليفورنيا اهيت. ده برضه نوع من انواع الكاليفورنيا يا شباب. الودان كاليفورنيا يا شباب ما شاء الله جميله جدا. ده برضو حتة فيلاين ان شاء الله. تمام؟ دي يا جماعة تعتبر ارنبة سيلفر. ديت ارنبة سيلفر يا شباب، سيلفر. البطن عاملة ازاي؟ بين كده معاك مندرمين ومرضعة اهي. دي يا جماعة ارنبة سيلفر. تمام؟ اهي لون البطن حتى تحس انها بنيه، لون البطن بنيه يا شباب اهي. شوف يعني كانت نحله وكانت عشان خاطر ايه لما جت ولد. ماشي؟ سيلفر. جايبه برضو انواع ايه؟ جايبه ارانب ايه؟ المانيا. جايبه ارنب صغير المانيا اهو. ماشي؟ ده بيتقال برضو فلندر. يعني ده بيتقال عليه في مصر هنا برضو فلندر. تعالى ارنب فلندر. جايبه برضو ايه؟ فيلاين. ماشي شباب؟ اهو فيلاينات اهي. وجايبه ريكس اهو. تمام؟ وجايبه برضو ايه؟ ريكس. ماشي؟ ده برضو يا شباب والده ايه؟ بص بقى عايز اقول لكم على حاجه. جايبه هنا ارنب هجين بيتقال عليه اسمه هارلي كوين. هارل كوين اهو. ده الارنب يا جماعه بيتقال هارلي كوين، ارنب
تلاقي منقط ومشكل كده، مش بابيون، هارلي كوين. البابيون اهو، شوف بقى الفرق بين نوبن ده، شفنا يا شباب الفرق بين نوبن ده، ده البابيون. شوف وش ده، خدين والفراشه وخط في النص النقط. شوف ده الفرق بين نوبن ده، ده بابيون، ده هارلي كوين. ده بقى يا جماعه الريكس الالماني اللي انا بتكلم عليه، ليه الشعرايه السودا خالص وناعمه زي القطيفه، فاهم ازاي يا شباب؟ شايفين؟ زي تحس ان زي البطانيه كده. ده الريكس الالماني اهو، ده الارنب الريكس اللي هو الريكس ده، الارنب يا جماعه اللي هو الريكس اهو يا شباب اهو، تمام؟ ده الريكس ده برضه بابيون، بابيونات اهيت، ده بابيونات، دي بابيونات، دي خيفه برضه ارنبه اوف لاين، دي برضه يا جماعه ارنبه بوسكت، انا كده جالي بوسكت ودان والوش رفيع، تمام؟ بوسكت يا شباب ما شاء الله حاجه جميله جدا. فوق برضه دوت خلفات فلاينات، ماشي. يلا بينا نشوف الايه الدوتش. طبعا كان عندي ناس هنا، الحاج صلاح من النزل كان بيشتري ارانب وخد شويه ارنبات يا جماعه برضو، مش ده ارنب فلاين ذكر، وده الدوتش اللي انا بقول عليه، ده الارنب يا جماعه اللي هو الدوتش، الدوتش الهولندي. في منه بقى اسود فابيض، في منه اصفر فابيض، في منه رصاصي فابيض. بالنسبه برضو ايه لانواع الدوتش، اسمر فابيض ورصاصي فابيض واصفر فابيض، ماشي يا شباب كده. وفي هنا برضه في مصر الارانب، يلا نروح هناك، الشنشله اللي هي واخده اللون الرصاصي، تمام. عندك برضه في مصر هنا الارنب الاصفر البلجيكي، تلاقيه اصفر خالص، اصفر خالص ساده، ده الارنب البلجيكي. عندك هنا برضه في مصر الارنب الاسكندريه، وده هجين ما بين الارنب المصري الجبلي، ماشي، والارنب الفلاين، الفلاين مع الارنب اللي هو الجبلي البلدي بمعنى اصح، طلع ارنب اسكندريه. قلنا شنشله اسكندريه فلاين نيوزيلندي دوتش هارلي كوين بابيون ريكس الماني ريكس عادي، قلنا ايه تاني يا ربي، الارنب البلدي بقى بجميع انواع، الارنب البلجيكي، الارنب اسكندريه. فالانواع كتير هنا في مصر، ومعنى اصح هي اسمها مسميات، كلها مسميات. انا كل اللي يهمني الارنب بينتج ايه، ما يهمنيش اسم الارنب ايه، يعني الارنب بينتج ايه ما يهمنيش اسم الارنب ايه. اللي في مصر يا جماعه مجموعه ارانب هجين، فاشتري من مصدر موثوق منه ارنب يكون امهات منتجه، امهات منتجه. طبعا دي كانت انواع الارانب اللي حبيت من خلال اخويا مدحت اوصل لكم انواع الارانب سواء كانت في مصر او خارج مصر. اشكر الابطال اللي كملوا معايا الفيديو الاخر، اشكركم لحسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.